عن البطولات العالمية في الرياضات المختلفة سواء للمنتخبات المصرية أو لفرق النادي الأهلي المختلفة. ده الحوار اللي هنفتحه مع ضيفتنا الأستاذة فاطمة التبعي الناقدة الرياضية. صباح الفل عليك يا أستاذة فاطمة. صباح الفل، ودايما كده إن شاء الله موجودين في البطولات والإنجازات للنادي الأهلي. صباح الهنا عليكي وسعداء، لأن ملف مهم جدا طبعا دلوقتي، لأن الألعاب الأخرى وألعاب الصالات ابتدت كمان يبقى نتائجها مشرفة جدا، خليني أقول، وعاملة رانكينج في، وهتكلم تحديدا عن النادي الأهلي، فده خلى يبقى فيه انعكاس كمان على الجماهيرية وعلى المتابعة كمان المختلفة للجماهير المصريين في العموم. فنبدأ بإيه؟ تحبي نبدأ برجال السلة للأهلي؟ أكيد طبعا. في البداية طبعا بنبارك لكرة اليد قبل ما نتكلم عنها، وبعدين نبدأ برجال السلة. يعني طبعاً رجال السلة طبعا شرفنا، الموسم كان أكثر من رائع السنة اللي فاتت، واختتم برابع العالم في كأس العالم للأندية، فطبعا نتائج مشرفة جدا. يمكن النهارده عندنا الساعة 8:30 بالليل مباراة هامة جدا أمام الفتح السعودي في الدور 16 لبطولة العربية. المباراة يمكن سهلة نسبيا، بس هي يعني في الأصعب بعدها. طبعا عندنا الأصعب بعدها يكون مباراة مع الاتحاد السكندري المنافس التقليدي في مصر، لأن الاتحاد تأهل مباشرة بعد إلغاء مباراته النهارده في دور 16، لأنه كان هيلاعب فريق خدمات البريج الفلسطيني، بس للأسف الفريق اعتذر لأن بعض أسر اللاعبين استشهدت في أحداث الأمس. يعني طبعا بنعزيهم طبعا، ونتمنى لهم يعني تكون اخر الاحزان يا رب ان شاء الله. فبقى هيلاعب الاهلي الاتحاد. صح كده؟ ايوه. دايما بس بقى ان شاء الله نفوز النهارده، والمباراه النهارده سهله الى حد كبير. يعني البطوله قويه جدا، بيشارك فيها الفرق اللبنانيه، الفرق المغربيه اللي هي من اقوى فرق على مستوى قاره افريقيا وقاره اسيا. بس النهارده عندنا مباراه مع الفتح السعودي، يمكن حتى نتائجنا في الدور الاول احنا وهم في فرق كبير ما بين النتائج. احنا الاهلي بيلعب بطريقه متوازنه طول الوقت، يعني مش بيبذل مجهود ازيد من اللازم في الادوار الاولى عشان نوفر ده للادوار النهائيه، ودي عاده اوجاستي بوش دايما، هو بيمشي بيدير البطوله يعني. بيدير البطوله، ومش بس بيدير المباراه، هو بيدير البطوله كلها من البدايه. يعني هو بيدي كل يعني خلينا نقول الماتش اللي هو محتاجه عشان يطلع بالنتيجه المطلوبه، اعتقد ده ذكاء بشكل كبير برده جدا. تعالي بقى نروح لليد، لان اليد برده بتكلمي عن الحمد لله بطوله افريقيا، فيعني مجهود كان رائع جدا، وخليني اقول كمان يعني لا في كواليس قبل كمان الفوز بهذه البطوله كتيره جدا، وهنعرض لحضراتكم طبعا صور وراشز كتيره، بس خليني اروح معاكي للتفاصيل اكتر برده استاذه فاطمه. يعني يمكن احنا هنقول ان 14 اكتوبر 2022 الاهلي تعاقد مع ديفيس كامر. النهارده احنا بنتكلم يوم 8 اكتوبر 2023، يعني اقل من سنه الاهلي حصل على الدوري كاس مصر، السوبر الافريقي، وتاهلنا لكاس العالم للانديه اللي هيكون الشهر الجاي ان شاء الله، وبطوله افريقيا امبارح. فيعني العلامه الكامله لديفيس كامارا ما شاء الله. يعني حسن مدرب الاختيار ممتاز. فعلا زي ما بيطلق عليه، يعني فعلا هو مدرب ممتاز. عندنا فرقه ما شاء الله، يعني التعاقدات الجديده الفرقه جددت دمائها بالكامل تقريبا، عناصر الخبره موجوده، لكن برضو عندنا عناصر تدينا سنين وسنين لقدام، وهم نجوم المنتخبات على المراحل السنيه المختلفه، فده يفرق معانا جدا. ومع الهاندبول المصري تحت كمان، لان الاهلي مفرخه للمنتخبات طبعا. ده من طبعا مباراة امبارح ما كانتش سهلة برضو، يعني أو البطولة كلها ما كانتش سهلة، الأجواء صعبة جدا، يعني درجة حرارة عالية جدا، بنلعب في أفريقيا، وأفريقيا ابتدت الخريطة فيها تتغير، يمكن حتى على مستوى المنتخبات. احنا بطولة أفريقيا اللي فاتت اللي كانت بتستضيفها مصر، احنا بلعبين في النهائي مع الرأس الأخضر. يعني خريطه مختلفه تماما عن واسماء بتتسمع للمره الاولى. بالظبط، يعني احنا كان المعروف ان المنافسه في كره اليد ما بين مصر وتونس والجزائر معاهم. بعد كده لا، احنا المره اللي فاتت شفنا فرق تانية خالص بتطلع وبتصعد، وبقيت الخريطه مش الرباعي المعروف مصر وتونس والجزائر وانجولا، لا دخلت غينيا، دخلت المغرب، دخلت الرأس الأخضر. المغرب بسم الله ما شاء الله بقى لها فترة داخلة في كل الحاجات. صحيح. بنفس القدر من القوة فعلا على مستوى الرياضات المختلفة. ده نتيجة إيه في رأيك؟
نتيجة التخطيط، دايما التخطيط والإدارة الصح هي اللي بتأدي إلى النتائج المتميزة، وده اللي حصل في الأهلي. يعني إحنا لما ابتدينا نبص شوية للنشاط الرياضي، نهتم بالتعاقدات، نهتم بأن إحنا نطور من نجدد دماء الفرق، ابتدينا نشوف البطولات. يعني يكفي ان انا اقول ان انا ما بين الاربع لعبات الجماعيه الكبرى الاهلي بطل 3 قدم سله يد، وان شاء الله الطايره تعوضنا وتكمل المسيره باذن الله. طيب لو هروح لبرونزيه هنا، وهروح تحديدا زي ما الخبر عندي مباراه البرونزيه في بطوله افريقيا لليد، هنا هتكلم تحديدا سيدات برضو، يعني خلينا نعرف منك برضو معلومات اكتر والمشوار شكله ايه. يمكن السيدات احنا مش عاوزين نظلمهم، سيدات كرة اليد عموما سواء على مستوى المنتخبات او على مستوى جايين من بعيد، يعني احنا قعدنا فترة طويلة ما فيش منتخبات، ابتدينا نعمل منتخبات. فريق الاهلي يمكن ناس كتير زعلانة ان هو ما قدرش يحصل على البرونزية، بس احنا بنفكرهم ان الفريق دوت هو اللي حصل على برونزية مايو اللي فات في بطولة افريقيا ابطال الكؤوس، وكان اول فريق افريقي بعد ما تأهل قبل النهائي، الدور قبل النهائي في البطولة الحالية، هو كان اول فريق سيدات مصري تأهل للدور قبل النهائي لبطولتين إفريقيتين متتاليتين في المدة دي. طب إيه اللي حصل؟ يعني إيه اللي حصل؟ إحنا لعبنا في قبل النهائي وصيف البطولة، يمكن إحنا امبارح بريميرو دي أوستو اللي هو أول أوستس الأنجولي هو اللي توج باللقب بفارق 4 أهداف تقريبا أو 2 بس عن البطل عن بيترو أتليتيكو اللي لعب الأهلي وفي قبل النهائي، وفريق الأهلي كان صامد وكان بطل قدامه، وكانت دي من أقوى مباريات البطولة، وخسرنا فرق 4 بس بصعوبة، في حين إن إحنا بنلعب بيترو أتليتيكو الأنجولي اللي هو يعني بيبدل هو وأول أغسطس الأنجولي بيبدلوا البطل والوصيف في البطولات اللي فاتت كلها، باع كبير جدا للفريقين، فان انا اواجه بترو اتلتيكو الانجولي واخرج منه فرق 4 أهداف بس، مجهود كبير جدا على اللاعبات وعلى الجهاز الفني بقياده كابتن محمد عادل زولا اللي هو من افضل المدربين في مصر. فان انا العب بعد كده فريق الكونغو على الميداليه البرونزيه، يمكن اقتراب الامل قوي في مباراه بترو اتلتيكو كان ليه عامل اني برضو اصيبت اللاعبات بالاحباط شويه في المباراه البرونزيه، وحاجه تاني اني المباراه كانت قويه جدا جدا جدا، فبالتالي كان المجهود فيها مبذول زياده، فده اثر على مجهود اللاعبات في المباراه، لكن ده ما يخليناش نزعل منهم او حاجه، احنا قادمين يعني يعني انا في ابطال الكؤوس خدت برونزيه، في ابطال الدوري طلعت مركز رابع، المره الجايه ان شاء الله هكون من الاثنين الاوائل ان شاء الله قدام فريق انجولي. يعني احنا لما شفنا المباراه قدام بترو اتلتيكو المستوى ما كانش بعيد قوي، فرق 4 أهداف قدام فرقه ليها تاريخ وباع طويل جدا، ما توقفتش لحظة عن المشاركة في البطولة، في حين ان احنا توقفنا مدة طويلة جدا وسنوات طويلة، لا يعني يبشر بالخير. انا شايفة ان لما تيجي تقارني فعلا يعني مشوار هنا ومشوار هنا، هتلاقي لا الاهلي في حتة برضو، وان كان في تأخر شوية، لكن انت برضو في الفترة الاخيرة اللي انت ظهرت فيها بشكل جيد قدرت توصل لبرونزيات في كذا بطولة، فده مش حاجة، مش هقول ما تزعلناش، اكيد نزعل، بس في نفس الوقت لا انت بتزعل، بس انت عندك ثقة ان هم يقدروا يعوضوا، لان تاني هم ما حصلوش على الاهتمام او التطوير اللي هم كانوا عايزينه او محتاجينه الفترات اللي فاتت، فهي مسافة صغيرة جدا بس قدرت ان انت تحقق حاجات. يعني فعلا يعني المشاركة في حد ذاتها بتكسب اللاعبات خبرة طبعا، واللاعبات دلوقتي صغيرات السن والفرقة بتتطور، فكوني ان انا اطلع مع احد البطلين الكبار فرق 4 أهداف بس طبعاً، معناه ان انا المرة الجاية ممكن افوز عليه. احنا انت عارفة كلامنا معاكي هيبقى رايح جاي ما بين النادي الاهلي وفرقه المختلفه وبين المنتخبات المختلفه، ودي برضو من ضمن الحاجات اللي عايزين تطمنين عليها. احنا بنقرب كل يوم والتاني اكتر واكتر من الاولمبياد الدوره الاولمبيه في باريس 2024، حتى هذه اللحظه وفي ضوء الفرق والافراد اللي تاهلوا بالفعل، شايفة الصورة إيه؟ متوقعة إيه للبعثة المصرية في النسخة دي من المونديال؟ يعني احنا طبعا لسه ما فيش مش كل الألعاب اتأهلت،
لكن عندنا لاعبين في التصنيف بتاعهم ان شاء الله على بال يحافظوا عليه لحين التأهل ويكونوا متأهلين. عندنا حتى الان 47 مقعد حجزناهم، اخرهم كان الفجر النهارده منتخب الكره الطايره اللي فرحنا كلنا رغم الهزيمه من فنلندا، الا انه استطاع حصل على شوطين ليتفوق على المنتخب التونسي ويتصدر القاره الافريقيه ويتأهل رسميا للاولمبياد. طبعا كلنا سعداء بيه، الاداء أكيد كان اكثر من رائع، وهنسعد اكثر لو قطع شوط. اكيد، لان احنا تأهلنا للاولمبياد، دي التأهل السادس للخمس مرات اللي فاتوا، احنا لعبنا 20 مباراه في الاولمبياد، فزنا مره واحده بس في 2016 في ريو، وهزمنا 19 مباراه، عاوزين المره دي ان شاء الله نحقق نتائج جيده في الاولمبياد كمان. هي اي نتائج هتبقى اجود من دي كده برضو يعني، بالمقارنه اي نتيجه هتتحقق هتبقى ارحم من اللي حضرتك اتكلمتي عنه ده. ايوه، ففعلا هم يعني حققوا. هو على فكره الفوز في حد ذاته على تونس في البطوله ده بحد ذاته انتصار وتحقيق لوحده، يمكن اهم من الاولمبياد عند الاتحاد المصري حتى، لان كان في حاجز نفسي كبير لمنتخبنا الوطني امام المنتخب التونسي. الجيل ده من المنتخب التونسي تفوق على منتخبنا كتير، فكانوا اللاعبين عندهم حاجز نفسي كبير قبل مباراه تونس، بيبقى فيه توتر وقلق وحاجات كتير. فالفوز على تونس المره دي هو اللي فرق، الفوز على اليابان في عقر دارها ده فرق جدا. ما فيش كواليس برضو استاذه فاطمه الفوز ده، لان ناس كتير كانت يعني غير متوقعه تماما بصراحه. احنا لاعبينا كانوا رايحين البطوله وعاوزين يحققوا الانجاز، عايزين يتاهلوا للاولمبياد، كان في اصرار وعزيمه كبيره جدا من كل اللاعبين. يمكن في الفتره اللي فاتت الكره الطايره ما كانتش بتتفوق بصوره كبيره، بدانا من كام شهر لا نرجع تاني وناخد مكاننا تاني البطوله العربيه بعد كده تصفيات، فكان اللعيبه عاوزين ان هم ياخدوا البطوله، كان في حماس، كان في اصرار، كان في عزيمه للتاهل. فزنا على اليابان، الفوز ده يعني دعمنا نفسيا جدا في مباراه تونس. حتى النهارده احنا بعد ما خسرنا الشوط الاولاني فزنا بالتاني والتالت، لان كان في اصرار، احنا كان لازم النهارده نفوز شوطين عشان نتاهل رسميا للاولمبياد، فكان عندهم اصرار كبير جدا النهارده على انهم يفوزوا الشوطين، لدرجه ان بعد كده حسينا ان الدنيا ريحت بقى، فخلاص خسروا الشوطين التانيين، انا خلاص اتاهلت فمش مشكله بقى المباراه في حد ذاتها. شايفه ان في ميداليات معينه في الرياضات بعينها محسومه للمصريين؟ اكيد طبعا في الاولمبياد ما فيش حاجه محسومه، لكن احنا نتوقع الخماسي الحديث نتوقع الخماسي الحديث طبعا. عندنا مهند شعبان، احمد الجندي، ملك اسماعيل، من ابرز اللاعبين على مستوى العالم، هم الثلاثه المتاهلين حتى الان، ومن ابرز اللاعبين على مستوى العالم. يعني نتوقع على الاقل ان يكون في ميداليه للخماسي الحديث ان لم يكن اكثر يعني في البطوله ان شاء الله. يمكن السلاح لسه ما فيش تاهيل رسمي، بس التصنيف كويس جدا ولو حافظنا عليه هنتاهل. فالسلاح برضو لو توقعنا نتوقع ان هو يقدر يستطيع المنافسه على ميداليه. الرمايه عندنا عزمي محلبه يستطيع المنافسه على ميداليه. الرمايه يمكن بنبارك لهم على تاهل ست لاعبين، هو عزمي محلبه هو كان اول المتاهلين لاولمبياد بدريس على الاطلاق من بطوله العالم، وكمان اخذ ذهبيه بطوله افريقيا اللي بتقام حاليا في العاصمه الاداريه الجديده. عندنا كمان محمد حمدي، عمر هشام، ريماس خليل، هاله الجوهري، اميره ابو شقه، ودي نائبه في مجلس الشعب وفي نفس الوقت بطله رمايه وبتتاهل للاولمبياد، يعني فخر لمصر طبعا. بس النسب في الرمايه اقوى من السلاح يعني بشكل كبير، يعني بالنسبه للسكيت ممكن، لكن ده الاكثر اللي هو عزمي محلبه، الباقي لا يعني كفرصته اكبر. انت بتشوفيها فرصته اكبر في المنافسه على الميداليه، لانه هو اوريدي بياخد ميداليات في بطولات العالم بصوره مستمره. هو ليه دايما في مشاركات مصر في اي نسخه من نسخ يعني الدورات الاولمبيه بتحسي ان نسبه تحقيق الميداليات بتبقى متحققه اكتر في الحالات الفرديه، في الرياضات الفرديه اكتر من الرياضات الجماعيه؟ لان احنا عندنا الرياضات الفرديه ابرز بكتير من الرياضات الجماعيه، يمكن حتى على مستوى نتائج احنا ما بنسمعش ان في فرقه بتاع لينا خدت بطوله عالم جماعيه الا كل كام سنه، انما احنا كل شهر عندنا بطل عالم في لعبه فرديه صحيح، مش بصوره مستمره. اللاعبين يمكن عشان الاحساس عندهم بيبقى ان هم مش موجودين على الساحه اكتر، بيبقوا عاوزين يثبتوا نفسهم اكتر، بيبقى عندهم حماس زياده ان هم يقولوا للناس لا احنا هنا، احنا موجودين، الالعاب دي هي اللي بتحقق، والالعاب دي تستحق ان هي يتم الاهتمام بيها زي الكوره يعني، او على قدر بسيط من الكوره يعني. يمكن ضايقنا جدا من بطلنا عبد اللطيف منيع في المصارعه،
حصل على برونزيه بطوله العالم تاهل للاولمبياد، يعني ما بيصرفش عليه ربع اللي بيصرف على لعيب كره واحد. طبعا الموضوع ده الملف ده لو دوسنا عليه دلوقتي مش هنخلص، لان ملف اعتقد ما فيش حد بيسمعه غير لما بيتضايق شخصيا، حتى لو هو ما يعرفش البطل ده تماما ولا معني بملف الرياضه ولا الاعلام، بس هو لما يسمع ان بطل مصري بيعاني بهذا الشكل، هو فعلا بطل بمعنى الكلمه. لا هي حاجه تحزن يعني. بس يعني بصي انا اتمنى يكون في حل، لان احنا فتحنا الملف ده كتير، ويمكن تابعنا كمان يعني الحديث اللي كان داير ما بين سياده الرئيس ودكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، وكان في امل يعني من الكلام تدي ان في امل، وتم رفع المكافئات بالفعل بس برضه يعني هي بمبالغ ضئيله جدا، انا مش عارفين النسب لحد دلوقتي، بس يعني مش اللي اتقال ان الميداليه الذهبيه الاولمبيه يعني قيمه مكافئتها 2 مليون، ما هو في ضرائب وفي حاجات ثانيه بتخلص 2 مليون صفصف 100,000 يعني على سبيل المثال على بال ما توصل لك يعني على سبيل المثال الراتب حتى بيبقى كان 1800 جنيه ارتفع بعد كلام الرئيس ل 4,000 بس هيتخصم منهم ضرائب الربع، فهيوصلوا انا شايف ان احنا نطلع فاصل عشان الملف انا شايف ان احنا نقفل الحلقه على برومتها. صحيح، ايه رايك بقى نفنش على كده؟ وبارك الله في بلدنا، نورتينا وشرفتينا، بنشكرك على وجودك معانا. انا سعيده جدا بوجودي معاكم، بهني برضو منتخب الصم بالمركز الرابع في بطوله العالم. صحيح احنا حصلنا على الفضيه السنه اللي فاتت، لكن المره دي كانت كل 48 ساعه مباراه، والمباريات كانت قويه جدا، فشرفتونا برضو واكيد سعداء بيكم. شرفونا وكالعاده بيشرفونا في كل كمان يعني خليني اقول منافسه دوليه، وبيرفعوا اسم مصر بنسب اعلى كتير كمان من ابطالنا الاخرين. اشكرك استاذه فاطمه، شكرا لحضراتكم على متابعتنا النهارده، انا وكريم نشوفكم بكره ان شاء الله.